معرفة هتبقى جاهل، هتحس انك اعمى. ومالك كده بتبصلي؟ انا عيني مية مية وممكن اقرا الكتاب اللي معاك ده في كام دقيقة. مش مهم انك تقراه، المهم انك تفهم اللي فيه. انا زهقت، احنا هنفضل هنا كتير. ما نقدرش نمشي الا بامر الملكة نفرتيتي. وهي دي فيقلنا؟ دي مش فيقة غير للكابتن توت عنخ امون. غريبة قوي الملكة نفرتيتي، مع ان توت عنخ امون مش ابنها، لكن اهتمت بتربيته تربية سليمة وفضلت وراه لحد لما عملت منه قائد بجد. دي ضيعت سنين كتير من عمرها عشان كده. عالم فاضية يابا. اخرس يا جاهل، الملكة نفرتيتي عملت كده عشان الحلم. حلم ايه؟ خير اللهم اجعله خير. حلمها هو حلم جوزها، حلم اخناتون. يا سلام، هي دي اخلاق الملوك، هو ده الوفاء. باركه كي يحقق من أجلنا الحلم.
غدا سيتحقق. نم يا مولاي، نم في خلودك هادئا، ودعني أشم رائحتك الذكية في فراشي. مولاي إخناتون العظيم، نفرتيتي الجميلة، كم اشتقت إليك. وأنا يا جميلتي الرائعة كم اشتقت إليك. لا تتركني وترحل يا مولاي، انهضي لنصلي، نصلي لآتون العظيم. آتون العظيم، أنت الأحد، حقا أنت الأحد، ولكن فيك ملايين الوجود. إن مشاهدة أشعتك هي نسمة الحياة، كل الأزهار التي تنبت من التربة تنمو وتعيش بعد طلعتك المضيئة، إنها ترتوي من وجهك حتى الثمالة، والحيوانات تقفز على قوائمها، والعصافير في أعشاشها مطوية الأجنحة تأمل أنها تسعى لتحيي قرص الشمس، الشمس الخالدة، الأحد العظيم، آتون. إخناتون، إخناتون. معلقة سكر يا جدو، مع إنك ما كنتش بتشربه مسكر، إيه اللي حصل؟ معرفش يا حلبة، ريقي مر جداً. أهي أيام كلها مرارة يا جدو. ربنا يعديها على خير. قول يا رب. أيوة جاي. يا رب يا رب. السلام عليكم يا جدو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزايك يا هيثم؟ أنا الحمد لله بخير. أمال فين الأمير؟ أمير مع نفرتيتي. نفرتيتي بنت أنكل جورج؟ نفرتيتي الملكة نفرتيتي، زوجة إخناتون. إخناتون؟ ملكة وإخناتون؟ أقطع دراعي يبقى كانت العيلة دي ضرب. أنت بتكلم نفسك يا هيثم؟ ها؟ لا أبداً، هقولك إيه، أنت من نفس العيلة. إيه يا جدو، حضرتك قافل موبايلك ليه؟ أنا ما قفلتوش، ممكن يكون فاصل شحن. طب يلا بينا بسرعة، أمير رجع. رجعت ازاي يا امير؟ هيرجع ازاي يعني؟ رجع راكب على ظهري طبعا. اخرس يا بسطاوي. اخرس؟ ماشي يا عمنا ماشي، ما انا التوك توك اللي جابه لك جده، لما اخذه جده. ما تسكت بقى يا بسطاوي. انا ساكت خالص، رايح المطبخ اكل حاجه، حيلي تهد شايل طول الطريق. وسعوا طريق يا اخوانا. الحمد لله على السلامه يا امير. الله يسلمك يا عمته. شفتي يا حبيبي عمته جايبه لك ايه؟ ايه دول يا عمته؟ جايبه لك بنطلون جينز تحفه، الموضه اللي انت بتحبها. متشكر يا عمته. انا اخترته مع ماما. بس انا كمان اللي اخترت القميص اللي عليه ترتر ده، وستايلك كمان يا امير وهيجنن عليك. ميرسي يا عمته، لكن انا مش هقدر البسه. ليه بس يا حبيبي، دول حلوين قوي وستايلك كمان. انا هغير الستايل ده، مش هلبس تاني بنطلونات ساقطه. معقوله يا امير؟ ومش هقدر البس تاني قميص بترتر. ليه بس يا حبيبي؟ مش عارف بالظبط يعني، بس انا حاسه اني كبرت كده، مش كده يا جدو؟ كده يا حبيب جدو. طب من فضلك انا عاوز استلف منك كم كتاب من كتبك. المكتبه كلها تحت امر الامير. ما يلا بقى يا ابو اردان. استنى شويه، ولا انت افتكرت نفسك امير بجد؟ بطل لماضة، يلا بينا. احنا ليه نزلنا من هنا؟ جعان يا عمنا جعان، قلت اكل شوية ديدان. الديدان هنا كتير قوي. يلا بقى كفاية عرف. طب دي طعمة جدا، تيجي تاكل شوية؟ تعرف
انت فعلا فعلا مقرف. انا معرفش ايه اللي رماك عليا. لعلمك بقى انا مستحملك غصب عني. وانا ما بقتش قادر استحملك. انت فعلا ايه اللي رماك عليا؟ للاسف انا جايب امر من جهه امنيه عليا. امن دوله؟ بقى اسمه الامن الوطني يا حبيبي. الامن الوطني بعتك تتجسس عليا؟ مش الامن الوطني. ما انت بتقول من جهه امنيه عليا. معقول المخابرات؟ ولا المخابرات. امال من انهي داهيه؟ بس ما تقولش داهيه، انا جاي لك بامر فرعوني. امر فرعوني؟ هي الحكايه كده؟ عرفت اني معاك غصب عني وعنك. جرى ايه يا ابو اردان؟ جرى ايه يا عم؟ سايب شغلك وجاي ترتاح تحت الشجره. شغلك ايه يا عم وانا كنت شغال عندك؟ الديدان ماليه الارض وانت سايبها. وانا مالي؟ وبعدين انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ انت اللي ازاي تهمل في عملك بالطريقه دي. عمل ايه؟ انت مصدق اني شغال عندك بجد؟ وبعدين انت تطلع مين؟ ايه كمان مش عارفني؟ لولا انك المفروض صديقي كنت علمتك الادب. يا عم انا لا عايز اعرفك ولا عايزك تعرفني. في حد في الدنيا ما يعرفنيش. انا الفلاح الفصيح. الفلاح الفصيح؟ غير زمن السكوت بين جدران البيوت، امجادك ساكنه فيها حكاوي مش بتموت. كامل وعرابي ومينا زغلول ونجيب محفوظ، تاريخ كبير عظيم في قلبنا محفوظ. من أحمس للأيوبي ابن العاص والسادات، كيلوباترا ونفرتيتي تاريخهم عمره ما مات. قلب في الماضي كله في نكتة حلوة تعيش في دفا وأصالة. اساطير